نقول لكم تحيات الأخ نائب رئيس مجلس القيادة
قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونيابة عنه أقدم لكم الشكر الجزيل على ما رأيته وما شاهدته في الميدان من جدارة وثبات وتفاني ونشاط في تنفيذ التمرين، وكنتم رائعين في الثلاثة أو الأربع النماذج من التمرين. أيضا ما شاء الله يعني رحنا شفنا الأهداف ودقة الإصابة كانت موجودة وممتازة. بارك الله فيكم، مزيدا من النجاح، مزيدا من النشاط. أتمنى أنه التمارين القادمة تكون أفضل. يجب أن تكون هذه الدورة باينة في تصرفاتكم، في أفعالكم في الميدان أثناء أداء واجبكم في أي مكان، سواء في المترس، على الطقم، في الأرض، في الحركة. يجب أن تستوعبوا وتنفذوا كل ما درستوا. بارك الله فيكم، نشكر الشكر الكثير نيابة عنكم الأخوة المعلمين، المدربين، المركز التدريبي على المجهود الذي بذلوه في تدريبكم وتربيتكم، وبارك الله فيهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا، باعتباري جنديا بالقوات المسلحة والأمن، بالقوات المسلحة والأمن، أن أحافظ على النظام الجمهوري، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور، وأن أحترم الدستور، والقوانين، والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وحرياته، وأن أحافظ، وأن أحافظ على وحدة الوطن، على وحدة الوطن، واستقلاله، واستقلاله، وسلامة أراضيه، وسلامة أراضيه، وأن أنفذ، وأن أنفذ أوامر رؤسائي، أوامر رؤسائي الحقة، الحقة في البر، في البر، والبحر، والبحر، والجو، والجو، معاديا، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية، من يعادي الجمهورية اليمنية، ومسالما، ومسالما من يسالمها، من يسالمها، وأنا أقوم، وأنا أقوم بجميع واجباتي، بجميع واجباتي، بشرف، بشرف، وأمانة، وأمانة، وإخلاص، وإخلاص.